12 ديسمبر، اهلا وسهلا بكم متابعينا على قناه 9. موعدنا اليومي في غونديفونا في رفقوني في تحليل ونقاش ليله كل من برهان بسيس لحبيب بارجيلا. مساء الخير، اهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا يا حبيب. مرحبا. الليله باش نخرجوا شويه من الشان الوطني، نرجع له في جزء ثاني، مش باش نخرجوا كومبليتمون، باش نستقبلوا فيه وطفه بالعيد مستشار لدى رئيس الحكومه، حكومه تصريف الاعمال، وايضا عصام برقوقي الناطق الرسمي باسم كتله المستقبل، واكيد نحكيوا على الخارطه البرلمانيه الجديده، على المشاورات وين وصلت، ومساله تشكيل الحكومه وين وصلت. لكن في جزءنا الاول نرجعوا على الاتفاق التركي الليبي، تداعياته على تونس، موقف ايضا الدبلوماسيه التونسيه مما يحدث في المنطقه العربية، ويكون حاضر معنا محمد الحصيري السفير السابق قبل ذلك. كل فلاش نيوز. حدد مكتب مجلس نواب الشعب نهار الاثنين القادم موعد لتقديم ترشحات لعضوية ومسؤولية اللجان، ويوم الثلاثاء موعد أيضا لضبط تركيبتها، كما تم تحديد موعد للحوار مع الحكومة حول حادثة عمدون. الأربعاء 18 ديسمبر باش تكون الجلسة مع جلسة حوار مع الحكومة اللي باش يحضروا لها وزراء الداخلية والتجهيز والنقل والصحة والسياحة بخصوص حادثة عمدون، والإعلان في أول الجلسة على تركيب لجنة التحقيق بحادثة عمدون. باش تكون هناك أيضا جلسة عمل إعلان تركيبة اللجان القادمة، باش تعقد يوم الخميس، أيضا مسألة تنصيبها وإلى تحديد رؤساء اليوم، كما أفضى اجتماع رؤساء الكتل القارة باستثناء لجنة المالية والخاصة أيضا باللجان البرلمانية، تم إرجائها إلى حين تشكيل الحكومة والمصادقة على تركيبتها. لجنة التشريع العام، الرئيس من كتلة ديمقراطية، لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، الرئيس قلب تونس، لجنة المالية والتخطيط والتنمية مازلنا ما نظرناش فيها اللي تعرفوها، خاطر لازم من بعد المصادقة على الحكومة، لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، رئيس اللجنة النهضة، لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، رئيس اللجنة الدستوري الحر، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الديمقراطية، لجنة الشباب وشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، رئيس اللجنة وحيلة حركة النهضة، لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، رئيس اللجنة ائتلاف الكرامة، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، رئيس اللجنة وحيلة كتلة الإصلاح الوطني. به نواصلوا قبل ما نعلقوا على المسألة هذه، على مسألة اللجان القارة، نمشيوا لحصونة الناصفي، وين أكد رئيس كتلة الإصلاح الوطني أنه التنسيق متقدم ويجري بصفة إيجابية نحو تشكيل الجبهة البرلمانية اللي باش تضم كل من كتلة الإصلاح الوطني، كتلة المستقبل، وكتلة قلب تونس اللي باش يعلن عليها رسميا يوم أو نهاية الأسبوع القادم. وشدد الناصفي أنه وجود 62 ضمن الجبهة هذه سيترجم مدى توحيد المواقف، خاصة في العمل الرقابي والتشريعي صلب البرلمان وفي القوم. دينا عندنا مدة في التنسيق على مستوى العمل داخل البرلمان، إلى حد الآن التنسيق ماشي، قاعد يعطي في أكله من الناحية الإيجابية، هذا يفتح الباب كبير على مزيد التنسيق داخل البرلمان، باش نجم نخلق نوعا ما توازن جديد داخل المشهد. ثلاثة كتل اليوم اللي عندهم 62 نائب، أعتقد أنه مسائل ماشية في منحى إيجابي، وإن شاء الله ربي يوفقنا باش يكونوا جبهة برلمانية ترجم مدى توحيد المواقف، وخاصة غدوة في العمل الرقابي وإلا في العمل التشريعي. نبداو بالمسألة برهان، تقريبا بدينا نسمع في تكوين أو من سيكون على رأس اللجان القارة، خاصة سمعنا بلجنة الأمن باش تعود لحركة النهضة، لجنة القوات الحاملة للسلاح باش تعود لائتلاف الكرامة، الطاقة ستكون للدستور الحر، التشريع العام باش تكون الكتلة الديمقراطية، بقية اللجان أيضا تم توزيعها على بقية الكتل. توزيع فني عادي طبيعي، عمل الداخلي متاع البرلمان يأكد أنه كل كتل ممثلة يعني في رئاسة هذه اللجان المختلفة، توزعت يعني ما نعرفش طريقة التوزيع، إن كان ذلك التعبير عن رغبة الكتل في اختيار لجان بعينها، أم أنه تمت عملية انتخابية. نستمع إلى عديد التعليق، شكون ما يستوعبش أنه كيفية ائتلاف كرامة على رأس القوات الحاملة للسلاح،
اللي ما يستوعبش كفايه الحزب الدستوري الحر على راس اللجنه الخاصه بالثروات الطبيعيه والحكايات هذيك اللي هي لجنه مهمه خاصة مع تغيير القانون الخاص بالمسألة الثروات ومسألة استغلال الثروات وربطها بالترخيص شركات اليوم اللي تلقب على النفط راهو الترخيص الولايات تاخذه من عند اللجنة الخاصة داخل البرلمان وفق التغييرات اللي حصلت في دستور 2014. تبقى من الواضح أنه في نظام برلماني لجان قسمت تقريبا على كل الأحزاب، بالتالي خلينا من الأمور لجنة المالية برهان. خلينا زلنا نستناو في تشكيل المعارضة، يعني تمشي المعارضة بالضبط. لكن خلينا معناها لهنا النقاش أصبح يتعلق بطبيعة النظام السياسي، خاطر توا اللي حاصل الخوف كل الخوف اللي سيطر حتى على قصة المفاوضات بخصوص الحكومة، من سيتحمل المسؤولية؟ الناس كل قدامها شبح انتخابات وكأنهم يحسوا أنها لن تكون بعد 5 سنوات، الناس كل وكأنها تتصيد قصة انتخابات قادمة وفي وقت مبكر، بالتالي في نقاش الحكومة وفي نقاش تمثيلية داخل الحكومة وفي النقاشات السياسية الجميع ضد الجميع في سياق رميان الكرة على الآخر، خاطر عارفين وضع صعيب وبوضوح، البلاد على حافة الفلاس والوضع الاقتصادي صعب جدا، والصحيحة وجاي بعد ما تستقر الأمور نتاع الحكومة، الناس كل تحب تهرب توا. هذاك علينا نحب نقول الرأي العام، هاكم تشوفوا هذه لجان وزعت بين الجميع سواسية، وراه النظام السياسي بتاعنا نظام برلماني، قلب السلطة في البرلمان وفي البرلمان يوجد الجميع، حد لا يبدأ يبلط عليكم ويكذب ويقول لا تحمل مسؤولية، لا الجميع يتحمل مسؤولية في نظام برلماني. كل هذه الكتل أنا أعتقد لا معنى فيها لوجود معارضة أو حكم، لا معنى فيها لوجود من هو من يقدم نفسه على أساس أنه الثوري الذي لا يتحمل مسؤولية في الوضع والآخر الذي يعتبر نفسه في وسط الحكم. المنظومة الرسمية ما عادش من هو ممثل في الحكومة، المنظومة الرسمية هو هذا الكل البرلماني المكون من كتل التي تكون الآن بصدد صياغة القوانين والإجراءات التي تسير عليها حياة التوانسة. الجميع مسؤول، هاك شفت حد لا يسيح كذا، اللي عنده الوضع بتاع اللجان الحاملة للسلاح، اللي عنده المسؤول على الثروات الطبيعية، اللي مسؤول على المالية، اللي مسؤول على التنمية، وراهي لا هي قصة حكم ولا قصة معارضة، المنظومة هي تلك التي توجد الان في البرلمان. مادامك تحكي على اللجنه هذه بيزاغمون كنا نتوقع انك ائتلاف الكرامه بالشد الصحيح في اللجنه هذه، لجنه الطاقه والثروات الطبيعيه، لكن على ما يبدو ما صارش النقاش هذا داخل البرلمان وآلت الى الدستور الحر. بالضبط، وما نعرفش ليه، انا اتساءل حول طبيعه يعني المقاييس والقواعد بالضبط التي اسندت بموجبها اللجان على الكتل البرلمانيه. ديما نرجع نحكيوا على الموازين كيفاش باش تكون داخل قبة باردو، وإحنا نحكيوا على هالجبهة التي ستتكون من 3 كتل المذكور، ولأن كتلة المستقبل مازال ما هيش محددة، وخلينا تو نفهموا بعد شوية مع عصام البرقوقي هل صحيح كلهم المكونين النواب للكتلة هذه باش يكونوا موجودين في الجبهة هذه أم لا، لكن هل إذا كان صارت منها وضموا 62 نائب ما بيناتهم هل ستتمكن الجبهة هذه من قلب موازين القوى داخل قبة باردو؟ الملاحظة الأولى ساعة في قضية اللجان توزع كما توزع معنا توقيت متاع الأصوات، عفوا متاع التدخلات، يعني حسب حجم الكتلة، ويبدو أن النظام الداخلي للبرلمان جعل كل الكتل تأخذ رئاسة لجان. أما كيفاش وأنا لجنة وكيفاش الأولويات، معناها مثلا نجيو في لجنه معينه الكتله الاكبر هي اللي تختار، هي اللي تبدا تختار بعد الكتله اللي بعدها بعد الكتله اللي بعدها، دونك ثم توزيع طبيعي معناها، والخدمه الصحيحه في اللجان برهان كما تعرف معناها، لانه المشاريع كلها تعد يعني وتناقش في اللجان، وبعد ذلك تعرض على الجلسه العامه اذا كان ثم تروشيك فهذيك مساله اخرى، وحتى التوافقات معناها تنجز في اللجان. بالنسبه الى الجبهه هذه، اولا هذا معطى جديد، لأنه في العادة تعودنا أن الكتل تنسق مع بعضها بالتفصيل، بمعنى عندما يكون هناك قانون سيعرض أو مشروع قانون سيعرض على البرلمان، أنت والكتل كل كتلة في ذلك المشروع عندها موقف، وبالتالي تولي الكتل وقتها تتناقش مع بعضها. بدعة أنه نعمل جبهة
كتل، يعني كتلة المستقبل وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة قلب تونس يبقوا كتل، ولكنهم مش يعملوا جبهة كتل، بمعنى التزام بالتنسيق بأن يكون التصويت موحدا في كل مشاريع القوانين. هذا معناها ثم بعد سياسي في المسألة، لأنه إيش معناها تعمل جبهة؟ علاش ما عملتوش كتلة واحدة إذن؟ علاش ما تقوليش كتلة واحدة؟ علاش تقعد كل كتلة وحدها؟ لأنه قانونيا يعني في مستوى البرلمان 61 ولا 62 ما عندهمش معنى طونكو هما ما تسجلوش. النهضه الاولى اي طونكو هما ما تسجلوش على انهم اسمهم كتلة. اللي دعم كلامك حتى في التصويت لقانون الماليه 2020 كل واحد صوت على روحه. بالضبط. انا اقدر انه نوع من بالاساس بين الاصلاح الوطني وقلب تونس نوع من المناورة في إطار التقلبات هذه متاع مفاوضات تشكيل الحكومة. سمعنا أنه تم الاضطرار في الأخير من حركة النهضة والحبيب الجملي وقت اللي حركة الشعب والتيار الديمقراطي أعلنوا أنهم وقفوا مفاوضاتهم حول تشكيل الحكومة. تم الاتجاه كما يقال ضمنا إلى قلب تونس والإصلاح الوطني، وأصبح تقريبا في معناها الأيام الماضية أصبح وكأنه يقين بأن النهضة ستحكم مع قلب تونس ومع الإصلاح الوطني، ولاحظ الجميع خيبة هنا وفرح هناك. خيبة لدى القوى المحمولة على الثورة اللي اعتبرت أن الأمر يتعلق بخيانة وغدر للمسار الانتخابي، في المقابل كان هناك فرح لدى كل الذين توقعوا أن المسار الانتخابي نجم يهدد مصالح ناس معينين إلى آخره لو تتشكل حكومة من التيار وحركة الشعب والنهضة. وبالتالي فإنه كتلة الإصلاح الوطني وقلب تونس وقت اللي جاء الخبر نتاع أنه لا راي رجعت المفاوضات، راي رجعت المشاورات بين النهضة والتيار وحركة الشعب، دونك عاد الحديث على الجبهة هذه، دونك هما عملوا الحديث على الجبهة. قسموا الرأي وتشاطروا الرأي في مسألة المناورة 100%. كيفاش؟ الشيخ صادق ثريا الله يرحمه غنى غنية حلوة اللي هي كي يذيق بك الدهر يا مزيانة ودور ودور ما تلقاش غيري. كيف غيري؟ شكون يلقى شكون إذا؟ هذايا شعار هالحكاية هذه. إي نعم. هذا خطاب يوجه فيه جميع قلب تونس والإصلاح والمستقبل حركة النهضة، خاطر شو حصل في الكواليس المدة اللي فاتت وأشار لها حبيب، قالوا راهو التيار فما إمكانية يرجع. أها مش يرجع التيار، رجع الشعب. هذه واحد زمنا نذكروا الأخرين رانا احنا موجودين، وخرجت أنه فما جزء داخل حركة النهضة ولا متحمس إلى إعادة المشاورات مع الكذا مع التيار ومع حركة الشعب. الجماعة هكا عملوا هالتسيورة هذه اللي هي تسيورة أساسا خاصة بتشكيل الحكومة. لا أعتقد هيك هو حد لحبه ما حبوش يحرجوا رواحهم، كل واحد متمسك بكتلته. يعني كجات كتلة جدية بتاع مستقبل عمل خاصة بالقوانين كما قال لك حبيب، فمش علاش عاد نعلنوا على كتلة جديدة. كتلة جديدة مش معني بتشكيل الحكومة. لا احنا رانا جبهة، رانا يا نهضة، رحنا 62 راهو كيذيق بيك الدهر تلقاني كان انا انا موجودين. هذا هي الرساله. لكن ما تنجمش تكون حركه النهضه هي المستفيد رقم واحد من هذا الكل. قاعده اي مريحه بالنسبه لي الاختيار مريح. ما بين الجميع تستفيد من شنو؟ يعني انه حكومتها تتوفر لها ان دارت شمالا تجد احتياطي، لكن وان ذهبت في اتجاه وان ذهبت سامحني حبيب في اتجاه ايجاد حلول مع التيار ومع الشعب كما يرتضيها المزاج العام لجمهورها، خاطر عموما جمهورها راهو مايل لهذه الصيغه، لصيغه الحكومه الثوريه مع حركه الشعب يعني مع تلك الكرامه مع التيار. عندها الاريحيه باش تلقى الحزام السياسي في كل الحالات. اقدر سياسيا وهذا برهان ممكن ما يوافقنيش عليه، اقدر سياسيا ان حركه النهضه ستجد صعوبه كثيره وخوف كبير وهي تتجه نحو قلب تونس والإصلاح الوطني لعدة اعتبارات. أولا النهضة ستحمل على أكتافها ثقل كبير وكبير جدا لما قالته أولا على قلب تونس في الحملة الانتخابية، وثانيا لأنها ستجد نفسها مضطرة باش تتعاطى مع طرف سياسي سيحيلها مرة أخرى حبت ولا كرهت إلى ذكرى ليست جيدة تماما، هي ذكرى
2014-2019 في المسار البرلماني يا حبيب، وما صارتش برشا حتى الخوف من الانقسامات او غضب القواعد، ما صارش لانه في الاخر تلقى الانضباط الحزبي هو اللي وضعية البرلمان. وضعية البرلمان تقنية، هك تشوف انت في اللجان، معنا الدستوري حر عنده حق ياخذ اللجنة هذه والاخر عنده الحق ياخذ اللجنة الاخرى، وبالتالي نائب رئيس او الاول او نائب رئيس ثاني مش تحالف سياسي. الذهاب الى قلب تونس عنده ضرائب كبيرة، ضرائب تتعلق حتى بموقع حركة النهضة في مستقبل البلاد، في قضايا الإصلاحات الكبرى، في قضايا مقاومة الفساد، في قضايا المزاج الشعبي العام اللي ماشي نحو المطالبة بالتغيير والتغيير الجذري. هذا قبل له حكمة 5 سنين مع نداء تونس. هيك علاش قلت لك محرج تو، لأنه السياقات نتاع 2014 ما هيش السياقات نتاع 2019. حبيت أقول لك اللي هي تعايشت. لا لا. رغم المواقف المبدئية هذه تعايشت مع نداء تونس خلال 5 سنوات. تعايشت حاجة أخرى، ووجود تيار داخلها يقول لك هذوما خير، موجود اي تيار، لكن السياقات السياسية تدرك حركة النهضة تماما ان الذهاب الى قلب تونس والاصلاح الوطني واساسا قلب تونس ستدفع في مقابله ضريبة كبيرة وكبيرة جدا. تصريحات مختلفة الاطراف اللي في نفس السياق اللي نحكيه فيه، وين قال رئيس كتلة قلب تونس حاتم المليكي انه الحزب ما حسمش موقفه في مسألة اصطفافه مع المعارضة، واشار الى انه المشاورات ما زالت متواصلة مع رئيس الحكومة المكلف لحبيب الجملي. ما فماش اعلان صار من عند كتلة قلب تونس بوجودها في المعارض، وما زالت المشاورات متواصله مع السيد رئيس الحكومه المكلف. قلب تونس يخوض المشاورات مع رئيس الحكومه المكلف، وما زال سابق الاوان والاعلان على وجود قلب تونس في معناه دعم الحكومه والا في المعارضه. المساله مرتبطه باعلان رئيس الحكومه على توجهاته وبرامجه وافكاره فيما يتعلق بالحكومه القادمه. هذا وأعلن أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي عن وجود اتصالات غير رسمية من قبل عدة أطراف لإيجاد أرضية تفاهم حول إمكانية مشاركة الحركة في الحكومة المرتقبة، وأكد في الوقت نفسه عدم تلقي أي اتصال رسمي من الأطراف المشكلة لحكومة الحبيب الجملي. في الأيامات الأخيرة تجددت الاتصالات بشكل غير رسمي من هنا وهناك ومن أطراف عديدة، يعني تحاول أن توجد أرضية نتاع تفاهم جديدة. ما نعرفش شكون يشكل في الحكومة بالضبط، توا برشا أطراف تتحدث كل واحد يتحدث أنه يشكل في الحكومة، ولكن احنا بالنسبة لنا ما فماش اتصال رسمي، وبالتالي حتى موضوع تشكيل الحكومة ربما جزء من الحديث يصير في دار الضيافة، وجزء الأهم يصير في أماكن أخرى. نواصل مع تصريحات القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي اللي قال بأن هناك صعوبات في تشكيل الحكومة هذه، ويقول أن يكون رئيس الحكومة المكلف شخصية مستقلة فهذا لا يمنع الحركة من بذل مجهود لخلق حزام سياسي. فما بعض الصعوبات في تشكيل هذه الحكومة، واضح هوية رئيس الحكومة بصفته شخصية مستقلة ما تمنعش حركة النهضة أنها تبذل مجهود لخلق حزام سياسي حول من كلفته بتشكيل هذه الحكومة. في الأخير هو مكلف من حزب حركة النهضة، حركة النهضة يعنيها نجاح سيد رئيس الحكومة المكلف، ويعنيها مساعدته على تذليل الصعوبات التي يمكن أن يجدها حين تشكيل هذه الحكومة. هذه عنا 3 قياديين في 3 أحزاب مختلفة معنيين بتشكيل الحكومة، كل واحد من منظوره، ممكن من مصلحته، من منطلق مصلحته الحزبية. كل تنصل، يعني الجميع يتنصل من مشاركته في الحكومة هذه، ربما ماخذ مسافة إلى أن يشوف الجو العام وين ماشي. لكن اللي شد انتباهي زهير المغزابي اللي يتحدث اليوم على اتصالات غير رسمية مع حركة الشعب بعد ما كانوا صرحوا للعلن أنهم غير معنيين أو انسحبوا من هذه المشاورات. هي حركة الشعب ما كانتش حاسمة كما التيار الديمقراطي، خلاو الباب مفتوح، والتيار الديمقراطي رغم أنه كان حاسم لكن اليوم نسمعه أنه عاد أيضا للتفاوض مع السيد الحبيب الجملي بخصوص تشكيل الحكومة. البلوكاج وين هو؟ في أولا حركة الشعب ما اتصل بها حركة النهضة، حركة النهضة هي التي نيابة عن رئيس الحكومة تقوم بهذه الاتصالات نحو توضيح هندسة الحكومة القادمة. وسامي الطريقي كان واضح، قال لك احنا الرئيس الحكومة المكلف من طرف حركة النهضة ما نساوش هذا، واحنا مسؤوليتنا نوفروا له الحزام السياسي الأكبر. المشكلة مش في الاحتياطي اللي أنا مصر ولازلت أعتبره احتياطي، وحتى راشد غنوشي رئيس حركة النهضة يهيئ في الرأي العام لقبول هذا الاحتياطي الذي منفك يؤكد استعداده أن يكون في الحكومة، اللي هو قلب تونس كتلة الإصلاح والمستقبل، هذوما الملمومين الآن في شكل 62 نائب. ديجا اليوم راشد غنوشي أعطى تصريح قال احنا لازلنا على الموقف في عدم قبولنا للتحالف مع قلب تونس، ولكن رئيس الحكومة مستقل.
وهذه الفتوى التي كنا نتوقعها في رمي أي تغير في المواقف وفي الحكومة القادمة أن تكون عكس ما صرح به. قال شنو هو رئيس حكومة مستقل وإحنا نحترم استقلاليته وهو يقرر، وهذا هو المسار. المشكلة أحبيب أن حركة النهضة تلقى المشاكل الأكبر متاحة في السياسة الحقيقية، خلي بسياسة الشعارات اللي ورطت روحها بها واللي كانت واضحة في تصريحات بعض قياديها أن كنا نعمل في حملة انتخابية، لكن في السياسة الحقيقية بتاع هذه الحكومة نشحوها وإلا البلوكاج من طرف التيار ومن طرف حركة الشعب في سقف المفاوضات اللي طارحينه على حركة النهضة. أعتقد أنه قصة أعطينا وزارة الداخلية ووزارة العدل هذا خط أحمر بالنسبة لحركة النهضة. قالت لك أنا مستعدة نضحي ما نكونش أنا في الداخلية والعدل، لكن ما يكونش التيار الديمقراطي ولا يكون شخصية متفقة عليها. هنا البلوكاج اللي موجود، وحركة النهضة تسعى بالنسبة لها حتى في مفاوضات الفرصة الأخيرة بالنسبة للتيار والشعب مش باش تحكم معهم وحدها أو وحدهم، لأن هي ضامنة مهما كان الوضع سيكون هناك دعم وشبه حضور لقلب تونس والإصلاح والمستقبل في هذه الحكومة. هذا كله سيكون باسم الحزام السياسي الواسع. أنا سامي الطريقي أيضا استمعت له يحكي المرة هذه على حكومة مش بالضرورة حكومة أغلبية، قد نذهب إلى حكومة أقلية. هذا مصطلح جديد اليوم يلتقط في مسار تشكيل الحكومة، وهي حكومة أقلية يعني حكومة تتعدى ب 110 ولا 111 ولا 109. شنو هي الفائدة إذا كانت تتعدى بالرقم هذايا ومن بعد نقرروا احنا أمام نعاود نطيحوها ونعمل الحكومة بعد يعمل ربي يدير قصة القوانين نرقى لها يتعدات بال 109 110 قد تضمن لبقية القوانين نفس الترتيب. أعتقد أنه لازلت مصر أن حركة النهضة على غير ما يبدو للظاهر في تعطل تشكيل الحكومة، هي توا حتى اليوم كي قراشد غنوشي يتحدث عن شهر ممكن آخر للحبيب الجملي أنا جايين ما يسيرش يحب يوفر لها أقصى ما يمكن من الكونفور، لكن أعتقد ولازلت مصر أن حركة النهضة لازالت في وضع أريحي وما هيش في أزمة في علاقة بتشكيل الحكومة. مادام حكيت على تصريح راشد الغنوشي جايتك حبيب ونعطيك التعليق، لكن خلينا نسمع راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب اللي قال اليوم أنه رئيس الحكومة المكلف لديه فسحة من الزمن حتى يطلب تمديد شهر آخر، وقال أيضا على هامش حضوره في ملتقى حول القضاء الإداري والنزاع الانتخابي أنه على حد علمه رئيس الحكومة المكلف لم يستكمل تشكيل الحكومة. سيد جملي لم يستكمل عملية تشكيل الحكومة، وقد يكتفي في ما تبقى من أيام، استطاع أن يستوفي عمله سيتقدم إلى الرئيس بحكومته، وإلا عنده فسحة من الزمن يطلب تمديد الحكومة ويشكلها الرئيس المنتدب ولست النهضة. النهضة أعطت رأيها أنها مش بتتحالف، ولكن على كل حال الذي يشكل الحكومة هو سيد الحبيب الجملي. نختم بتصريح وزير المالية الأسبق وزير عياد على أثر لقاء اليوم برئيس الحكومة المكلف، قال بأن الجملي تحدث معه على إمكانية اقتراحه في منصب وزاري. على ما يبدو حبيب مشينا لها المهلة الثانية وتمديد بمهلة أخرى حتى ممكن ياخذ أكثر وقت لحبيب الجملي يكمل المشاورات متاعه. لكن نرجع ساعات كي نحكي على لحبيب الجملي والمشاورات اللي قاعد يعمل فيها وتصريحاته الأخيرة اللي يقول فيها أنه بعض الوزارات قدامه اختيار ما بين 10 15 او 20 سي في باش ينجم يكون رايه وياخذ الشخصيه ممكن الانسب لكل حقيبه وزاريه. عندنا الوقت الكافي لهذا حتى كان مددنا بمهله ثانيه وانت قدامك تقريبا في كل حقيبه وزاريه 20 سي في. الخبر هو هذا معناه، وكان منتظرا أن راشد الغنوشي يقول بان ثمه امكانيه كبيره جدا أن الحبيب الجملي يمدد بالشهر، لأنه بعد الأسبوع الفارط معناها تقريبا نهار الجمعة نهار الخميس كان الرأي فعلا من طرف الحبيب الجملي وحركة النهضة باعتبارها الحزب المكلف أنه باش يقع ما يسمى بحكومة الأقلية الباساج اون فورس ونتعداو وناخذوا 109 متاعنا، وبالتالي كان السيناريو الحقيقة هو سيناريو قلب تونس والإصلاح الوطني. ولكن طبعا هناك حرك داخل حركة النهضة، هناك تقديرات سياسية، هناك ضغوطات وضغوطات متبادلة داخل حركة متحركة فيها آراء مختلفة فيها تصورات مختلفة. كان التقدير السياسي أنا في رأيي داخل حركة النهضة أن هذا طريق خلينا نقول الذهاب إلى الهاوية، باعتبار أنك تجي
مش فقط ضد وعود حركة النهضة بأن لا تحكم مع قلب تونس، وإنما ضد مزاج عام. ما نقولوش مزاج شعبي، برهان يقول لك من ينطق باسم الشعب، أوكي، ولكنه المزاج الأغلبي لانتخابات 2019، تجي ضده تقف ضده وتعمل منعرج كامل تقريبا مخالف تماما له، فتكون أمام حكومة مناقضة تماما لقرطاج، وتكون أمام حكومة مناقضة تماما للمزاج الشعبي العام الذي لم يكن ينتظر هذا السيناريو. طبعا الذهاب إلى هذا الخيار كان السبب متاعه فشل المفاوضات مع التيار ومع حركة الشعب، والاتجاه داخل حركة النهضة أو التيار داخل حركة النهضة الذي كان ميالا إلى حكومة ثورية بين ظفرين وجد نفسه ضعيفا في ظل التصلب متاع التيار ومتاع حركة الشعب لأسباب ربما معقولة، ولكن ضعف في التيار هذايا، وبالتالي في الساعات متاع نهار الجمعة ونهار الخميس انجح السيناريو متاع أي نمشي للحكومة أقلية. ولكن بطبيعة الحال صارت حاجات داخل الحركة، وأنا نتصور ثم تقدير سياسي، وبدينا تقريبا ندوروا في الفولون ونرجعوا للثنية الأصلية بعد تصريح حركة الشعب و التيار الديمقراطي برفض أو بإنهاء المفاوضات. بدأ حراك في الساحة السياسية المحمولة، خلينا نقوله على الخط الثوري أو المحمولة على انتخابات 2019، وفعلا بدأت المياه تعود إلى مجاريها شيئا فشيئا، بدأت الحرارة تعود شيئا فشيئا، بدأت حتى ضغوطات فكرية نفسية سياسية من طرف جمهور يرى نفسه محمولا على هذه القوى، والضغوطات هذه تسلطت على حركة النهضة كما تسلطت على التيار الديمقراطي كما تسلطت على حركة الشعب، وبدأت مؤشرات متاع عودة مفاوضات، وتم ربما معناها الاقتناع داخل هالأطراف الثلاثة هذه لما لا هتنحاولوا من جديد. نحن الآن في وضعية سياسية مختلفة تماما على وضعية الجمعة اللي فاتت. خليني نكمل لك ونختمون يا حبيبي. البارح الحبيب الجملي قبل بثلاث أيام تقريبا تحدث في تصريح مقتضب، قال يمكن أن تتشكل الحكومة ويكون فيها التيار الديمقراطي وحركة الشعب وكذا. الناس بطبيعة الحال شافت التصريح هذا مخالف لما تم ترويجه، والبارح وجه لهم الدعوة، ولكن كانت دعوة في وقت متأخر، وبالتالي ما نجموش ربما للتيار ولا حركة الشعب يستجيبوا لها. أنا نتصور الآن نحن في مسار إعادة مفاوضات. تصريح راشد الغنوشي هو الخبر الأساسي اليوم، تصريح راشد اللي الغنوشي احنا ماشيين مهلة ثانية متاع يمكن نمشي المهلة ثانية. إذا كان مشينا المهلة ثانية وإذا كان تجاوزنا العوائق اللي كانت بين التيار وحركة النهضة في حكاية الوزارات والقاو معناها تسويات، فأنا أتوقع أن تكون الحكومة القادمة كما توقعها المزاج الانتخابي متاع 2019، يعني بين ظفرين حكومة ثورية. مهلة ثانية هل يعني نفسخ ونعود من الأول جديد؟ لا أعتقد أنا المعطيات اللي عندي تختلف على المعطيات اللي أقام عليها حبيب التحليل متاعه بخصوص البلوكاج الحالي. البلوكاج اللي البعض يعتقد أنه من أجل إيجاد يعني مزيد من الوقت لفائدة التيار والشعب الإمكانية الاندماج في الحكومة. الحكومة بتيار وشعب وإتلاف الكرامة لن تكون حكومة أغلبية، نفس الشيء. النهضة الآن النهضة تحية داخل النهضة في النقاش لا تحية لا أعتقد ويتنسي أنه نشوفه لا أعتقد في كل الحالات نتصور في كل الساعات حالات القليلة القادمة سوف تكشف مفاجآت مهمة. في كل الحالات النهضة تبحث على حكومة، يا إما حكومة أقلية تمر بها وتضمن 109 أو حكومة واسعة الطيف، مش معناها تقتصر على التيار والنهضة والشعب، بل بالعكس تمتد إلى حدود ما هو موجود على يمينها من قلب والإصلاح وبقية التشكيلات. لكن البلوكاج والمعطيات اللي عندي يا حبيب لا يتعلق بحيرة الحبيب الجملي تجاه الأطراف السياسية، بقدر خاطر راهي المفاجأة اللي تعد فيها حكومة الحبيب الجملي واللي هي تعطلت شوية هي ما يسمى الكفاءات الوازنة الثقيلة اللي باش تكون موجودة بجنب الحبيب الجملي. اللعبة غديكة يا حبيب، لعبة البرلمان والتصويت هذه لعبة تجب تعدي جد الإجابة. برهان جد الإجابة جلول عيطة ونحكي لك.
مشكلة برشا كفاءات الآن مترددة. فقط اخبار باش نسوقوا برهان لو سمحت في نفس السياق. منذ قليل منذ لحظات على صفحة رئاسة الجمهورية يقولوا أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل رئيس الحكومة المكلف لحبيب الجملي وطلب منه التمديد في مهلة الشهر الذي ينتهي يوم الأحد بالضبط. وقال أنه في حاجة إلى مدة إضافية وأكد حرصه على أن يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب. أكيد كما قلت أنا تم بصفة رسمية المسألة متعلقة بالحزام السياسي صحيح صحيح، ولكن معطياتي بخصوص البلوكاج أنه لحبيب الجملي شرعية حكومته قدام رأي عام. ديما أنا الغالب يا حبيب نختلف معك، رأي عام راهو سيقيم الأسماء بغض النظر عن الخلفية السياسية المتعلقة بالتركيبة، هذا تابع التيار، هذا تابع للشعب، هذا كذا. لحبيب الجملي الناس كل نعرفه اللي يتكي من زاوية أنه السيفيات وشكونه وين الكفاءة اليوم باش سمعنا زياد العذاري نفس الكلام، هذا اللي قاعد يروج والعباد قاعدة تتبع فيه. حكومة لحبيب الجملي انشغلت ومستشاريه ومحيطين به انشغلوا أيضا على الرد الغير مباشر بل والمباشر على هذه الانتقادات بإعداد إمكانية حكومة تضم كفاءات من الوزن الثقيل. البلوكاج غادي على كل حال الجيل. الخبر هذا هو يجي هو باش نكمل باش نكمل باش نكمل الخبر هذا لأنه احنا أمام مفاوضات الشهر جديدة المفاوضات مش المفاوضات لن تستهلك الشهر الذي طلبه أصبح واقع ومعش تحليل أعتقد الشهر الذي طلبه لن يستهلك في علاقة بالطبخة السياسية بتاع الأطراف السياسية سيستهلك لمزيد أخذ الوقت في إقناع الكفاءات اللي توجهلها سي لحبيب الجملي واللي بارشة منها متردة في أنها تكون موجودة في الحكومة. جاوب على الوقت اللي خلاف في المهلة الأولى، جاوب بالنسبة يقول اللي الفترة السابقة والمهلة الأولى اللي خصصت للمفاوضات ما كانتش إهدار للوقت بل لضبط الإجراءات ووضع الآليات والمنهجية الجديدة في إدارة العمل الحكومي وهو ما سيساهم في إنجاح هذه الحكومة المقبلة وفق تصريحاته. ديجا استبق الأمر وجاوب على مالاش كنت تعمل في الشهر اللي فات والمهلة الأولى وعلاش تطلب في مهلة ثانية. على العموم هذا تقريبا منذ قليل على صفحة رئاسة الجمهورية. الأخبار الوطنية والدولية في غونديفو نيوز. أكد نطق رسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيون اليوم العثور على ورقة كراس في محيط فضاء تجاري في منطقة البحيرة ضمنت كتابات فيها إيحاءات بتهديدة، وتكلفت الوحدات الأمنية بالموضوع لتثبت من صحته وجديته. تمكنت دورية تابعة للفرقة الوطنية للحرس الوطني لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة من ضبط عدد 394 من الأوعية البلاستيكية معدة لتخزين المواد الكيميائية الخطرة تستخدم من قبل المساحات الخاصة لتصفية الدم لدى إحدى المحلات المعدة لبيع المواد المستعملة بولاية صفاقس يستغلها صاحبها في تخزين وبيع زيت الزيتون. أكد مصطفى عبد الجليل مدير عام بوزارة الصحة بناء وتجهيز 8 مستشفيات جهوية جديدة صنف ب الجانب بناء وتجهيز 5 مستشفيات جامعية متعددة الاختصاصات بكل من القيروان وقفصة وسيدي بوزيد وباجة وجابس. بناء وتجهيز 8 مستشفيات جهوية صنف ب بكل من تالا دهماني سبيبة الجم حفوز مكثر غار الدماء جلمة، دونك هذوما الكلفة نتاعهم في حدود 405 مليون دينار. أكدت مريم خروف مديرة وحدة الصيدلة بوزارة الصحة أنه سيتم إنجاز 160 صيدلية جديدة خاصة توفر 1000 موطن شغل في غضون سنة 2020. خلقت الإجراءات الجديدة اللي فرضتها المملكة العربية السعودية على أداء مناسك العمرة واللي تقضي بالخلص المسبق للأموال المستوجبة لفائدة مزدي الخدمات السعوديين إشكاليات لدى وكالة الأصفار في تونس، مما سيعيق انطلاق موسم العمرة حسب ما أكدوا رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأصفار جابر عطوش. شهدت الطريقة الرابطة بين عمدون وعين درهم انقلاب شاحنة أشغال على مستوى منطقة مغروة وخلف الحادث 3 جرحى تم نقلهم من طرف أعوان الحماية المدنية لمستشفى عمدون. أعلنت شركة الطيران البريطانية إيزيجيت أمس قرارها العودة للسوق التونسية لأول مرة منذ هجوم سوسة الإرهابي سنة 2015 واللي كان جلد ضحاياه من بريطانيا. في الشأن الدولي فتحت اليوم مكاتب الاقتراع في الجزائر للانتخابات الرئاسية ليتنافس عليها 5 مترشحين، وفي ولاية بجاية بمنطقة القبيل تم اقتحام عدد من مراكز الاقتراع وتكسير الصناديق لمنع العملية الانتخابية. أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس أن الاتفاق الأمني بين تركيا وليبيا لا يشمل بندن بخصوص نشر تركيا لقوات هناك. نمشي وتوتسويت لتعليق اليوم في الكومنتار.
أكيد اليوم نحكي على المشاهد اللي جينا منذ ساعات الصباح الأولى من الجزائر. الجزائريين اتجهوا لصناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم، وانفتحت مكاتب التصويت أبوابها منذ الصباح، لكن وسط رفض شعبي واسع. ونشوفوا حتى الاحتجاجات والحراك الشعبي هذايا احتدت وتيرته اليوم بعدد من المناطق أثر اقتحام عدد من مراكز الاقتراع، تكسير أيضا الصناديق لمنع تواصل سير العملية الانتخابية. نحكي بالتحديد على تيزي ويزو، برج منايل، وبجاوة بجاية عفوا. وإحنا الأكثر تفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر الصحفي حمزة بدوي. مساء الخير حمزة، أهلا وسهلا بك حمزة. نعم أنا في استماع. ما نعرفش إذا كنت تسمع فيا حمزة بدوي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك، أنت على المباشر على قناة التاسعة، مرحبا. في الاستماع، أنا في الاستماع. به نرجع بعد شوية، مش مشكل، بعد شوية ناخذوه، لكن قبل ذلك خليني نستقبل ضيفي الليلة محمد الحصايري، السفير السابق. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. وهوني دايوغ قبل ما نمشيو للتقرير نفتح معك النقاش. شاهدت يعني قاعد تتابع في الوضع في الجزائر، الانتخابات اليوم وحتى الصور والمشاهد اللي جاتنا من هناك، الجزائر تنتخب وسط رفض شعبي واسع. إلى أين تمضي الجزائر بعد هذه الانتخابات حسب رأيك؟ أعتقد أنها ستواصل ما بدأته منذ 10 أشهر. يعني الانتخابات حسب تصوري يعني لن تأتي بنتيجة يقبلها الشعب الجزائري الذي طالب منذ بداية الحراك الجزائري بتغيير جذري للنظام في بلاده. لذلك اعتقادي أن هذه الانتخابات الغير المرغوب فيها يعني لن تحقق النتيجة المرجوة، وعلى الأطراف يعني الحراك من ناحية والعنصر الأساسي في الفاعل في الأزمة الجزائرية أي الجيش عليهما أن يجلسا من جديد إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق ما. نشوفوا وين وصلت إليها الأوضاع في الجزائر. نرجع مرة أخرى مع الصحفي حمزة بدوي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك مجددا. مساء النور، تحية لك ولمشاهدي قناة التاسعة التونسية. مرحبا بك حمزة بدوي. إذن خلينا نفهم منك، هل أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها؟ توقعات نسب الإقبال العامة؟ وهل صدرت ربما نتائج لعملية سبر الآراء الأولية عند الخروج من الخلوة؟ قبل حوالي بالضبط قبل حوالي 20 دقيقة من الآن، الساعة 7 تماما بتوقيت الجزائر وتونس، تم إغلاق مكاتب أو مراكز تصويت وبدأت عملية فرز الأصوات. الآن عملية فرز الأصوات جارية والنتائج ستظهر، أو النتائج الأولية إن كان القول، ستظهر ممكن في الساعات المتأخرة من نهار اليوم الليلة الغد أو في الصبيحة أو في الساعات الأولى من صبيحة الغد. أما النسبة فيما يخص الإقبال، رئيس السلطة الوطنية للإشراف على الانتخابات قبل حوالي نصف ساعة و40 دقيقة أعطى النسبة التي وصلت لها في حدود الساعة 5 من مساء اليوم، وصلت لحوالي 33.06%. لحد الآن هذه أهم الإحصاءات. كان اليوم فيه الإقبال، كان في العديد من الولايات كان إقبال عادي جدا، أمور كانت تسير عادية تماما. لكن جسم حمزة بدوي ولاية تيزي وزو بجاية والبويرة، أين ما كانش يعني ما كانش فيها اقتراع، وتم اقتحام كما تظهر أمامكم في الصور، اقتحام مراكز أو بعض مراكز التصويت، ومنع هناك ومنع المتظاهرون أولئك التصويت في تلك المراكز.
حمزة بدوي، كيفاش تم التعامل مع اللي شفناه في المناطق هذه اللي ذكرتها سيادتك، وشفنا حتى اقتحام لعدد كبير من مراكز الاقتراع، ثم حتى من يتحدث على أنه المسألة هذه تكسير الصناديق، منع عملية الاقتراع ربما داخل مراكز الاقتراع هذه سيؤثر على النتيجة، كان أثر قبل على نسب المشاركة، وأنه يمس من العملية الانتخابية من حيث النزاهة والشفافية. هل ستعاد، والسؤال هنا يطرح، هل ستعاد العملية الانتخابية داخل المراكز هذه اللي ما تمتش فيها؟ لا أعتقد هي ليست مراكز كثيرة، هي بعض المراكز، يعني الصور التي تظهر أمامكم هي صورة واحدة تعاد أكثر من مرة فتظهر أنها كثيرة، لكن هي صورة لمركز واحد. تلك نشاهدها منذ الصباح، العديد من القنوات تتناقل نفس الفيديو لهؤلاء الذين دخلوا لهذا المركز. الولايات التي شهدت هذه الأحداث هي ثلاث ولايات، وفي الجزائر توجد 48 ولاية، ليست ولاية واحدة. في العاصمة مثلا الانتخابات جرت بصفة عادية، إلا في بعض المراكز، حتى نكون موضوعيين وننقل الصورة كما هي، في بعض المراكز في العاصمة حاول البعض أنهم يمنعون بعض الشباب طبعا أنه تجمعوا حول أحد المراكز وحاولوا منع الانتخابات، لكن الأمور في أغلبها في عمومها حسب إحصاءات السلطة الوطنية أنه 95% من المكاتب في البلاد تجري بصورة عادية، 5% فقط هي اللي ممكن ما تجرش فيها الانتخابات. الجزائريين فيه شريحة كما قلنا أمس وتدخلت معكم أنه فيه شريحة معارضة للانتخابات ويرون أنه الظرف غير موالي ومناسب لإجراء هذه الانتخابات، وهناك شريحة أخرى، وشفنا العديد من الفيديوهات بإمكان بث الفيديوهات اللي تشهد طوابير للناس وموجودة يعني ومتوفرة في على شبكة التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها الجزائريين من مختلف الولايات. والجزائر في النهاية ليست هذه المنطقة فقط أو بعض مراكز تصويت واحد ولا اثنين. شكرا لك حمزة بدوي زميلنا من الجزائر، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من هناك. يمكن السؤال اللي يسأل برهان، هل هي بداية حل أم بداية أزمة هذه الانتخابات الجزائرية؟ الوضع معقد بالتأكيد في الجزائر، في مرحلة انتقال، لازال هناك على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي والدولي غياب تصور لهيكلة هذا الانتقال. ما الذي نريده؟ هل نريد قلب منظومة؟ هل نريد سحب شرعية النظام التاريخية التي قامت منذ استقلال الجزائر على دور مركزي للجيش؟ هل بالفعل الجزائر ستذهب في طريق إعادة توزيع لعبة السلطة والغنيمة؟ هل سيتم إقصاء نخبة تمكنت من مفاصل الدولة وأرادت الآن ها هي تريد أن تجري تغييرا شكليا من خلال طبعا أن تدفع ببعض رموز نظام بوتفليقة إلى واجهة المحاسبة للمحافظة على العمق والمحافظة على مصالح النخبة المتنفذة التي تحكم من وراء الستار؟ طبعا الرهان في الجزائر رهان معقد. الجزائر بلد غير بلد على مستوى الجغرافيا السياسية، يملك ثقل حجم الثروات، موقعه في سوق النفط العالمي، موقعه في سوق الطاقة، موقعه الاستراتيجي في علاقة بأفريقيا، موقعه على مستوى البحر الأبيض المتوسط إلى غير ذلك، تجعل منه محط أنظار عديد الحسابات الإقليمية والدولية. تبقى كما قال لك الصحفي، أنا لم أعد مقتنع، رأي صورة وحيدة قادرة تروج. الآن عندما تشوف تغطية الإعلام الفرنسي للانتخابات الجزائرية غيرها تغطية إعلام من مصادر ومن خلفيات أخرى، غير تغطية روسيا اليوم للانتخابات في الجزائر. لكن في هناك رهانات 5% اللي موجودين في المناطق هذه، هناك رهانات من حقهم يتحدث انهم ينتخبوا ايضا. هو يتحدث يقول لك طبعا منطقة زيوز تاريخيا لديها مشكلة مع النظام المركزي، لديها مشكلة مع النخبة الحاكمة في الجزائر منذ الاستقلال، باعتبارها تطرح قضية الهوية القبلية لمنطقة القبائل، توصل حتى يعني بطموح نوعا ما، ما نقولش انفصالي، ولكن الطموح لاستقلالية قرار داخل المنطقة. عادي جدا أن يكون رد فعلها وأنها تكون على الأقل متبنية 100% مطالب الحراك في أنه يذهب الجميع. يعني الوضع في الجزائر أعتقد ولا يمكن أن ننسى حضور الشبح العشرية السوداء، هذا يراه بالنسبة للمواطن في الجزائر أيضا ثقيل في ذهنه وفي مزاجه
العام، رغم أن هناك نخب جديدة اليوم ولدت ما بعد هذه العشرية وغير مهتمة بما حصل في تلك العشرية السوداء التي دفع الشعب الجزائري ثمنها باهظا، ولكن أعتقد أنه شاطر الرأي يعني سعادة السفير أنه كل السيناريوهات المستقبلية ممكنة في الجزائر، فقط احنا في تونس لهنا خلينا فيها بحاجة رومانسية ليس لدينا أن نملك إلا أن نتمنى الخير والاستقرار للجزائر، لأنه أكيد مش فقط أكيد أمنية رومانسية، رأوا استقرارنا في تونس مربوط ليبيا مربوط أيضا بالاستقرار الأوضاع في الجزائر، ولا مصلحة لنا في وضع متقلب في الجزائر. وهذاك علاش نسأل وين ماشي الجزائر أمين هذاك علاش نسأل وين ماشي الجزائر في هذا المشهد في انتخابات رئاسية ينقسم فيها الجزائريون بين معارض ومساند. أنا تقديري الوضع الجزائري الآن قاعد يكومبوزي في روحه بشكل متدرج في علاقة بالمؤسسة العسكرية أو السيستام السلطة وفي علاقة بالحراك، يعني العلاقة بين الحراك والمؤسسة ما هيش علاقة توتر ومواجهة ولكن ما هيش علاقة توافق. سألت أحد الأصدقاء الجزائريين شكون مرشح السيستام، قال لي الانتخابات هي مرشح السيستام. شو معناه؟ يعني نحن أمام مؤسسة عسكرية تقرر في الأخير هل نعمل الانتخابات، نحي علي الثقل متاع الفراغ، بعد ذلك سيكون للحراك موقف في حواره مع رئيس، رئيس طبعا من وراه المؤسسة العسكرية اللي هي راعية التوازن. كي ناخذ الانتخابات اللي صارت سياسيا هي انتخابات أزمة، مش انتخابات بالمعنى أنها ستحل الأزمة، هي انتخابات أزمة أو إن شئنا انتخابات صياغة مكونات أزمة، يعني باش يولي ثم حراك قدامه رئيس، هذا هو المطلوب. والدليل على ذلك أن كل الطيف السياسي التقليدي باستثناء لفلان تقريبا، كل الطيف السياسي التقليدي هو خارج هذه الانتخابات، يعني الطيف الإسلامي ستدير الفيس وحماس، هذه حمس مع حركة المجتمع السلم اللي هما زوج الأطراف الأساسيين، واحدة قانونية والأخرى غير قانونية في الإسلاميين. العلمانيين يعني ما يسمى البديل الديمقراطي لفافاس، هذه جابت القوى الاشتراكية والإرسيدي جابت العمل والثقافة رابط حقوق الإنسان، كل العلمانيين نسميهم كما احنا العائلة الديمقراطية في تونس والعائلة الإسلامية، كلهم مقاطعين لهذه الانتخابات أو غير معنيين بها، الحراك غير معني بها استثناء لفلان، وحتى لفلان كي تقول لها شكون المرشح متاعك ما عندهاش مرشح، عندك بنفليس وميهوبي توا واحد منهم يطلع ما يقلقناش. دونك اللي قاعد يصير في الجزائر هذه الانتخابات هي انتخابات خلينا نقولوا المرور للمرحلة الثانية، مرحلة حراك يواجه دولة وعنده رئيس، نسبة المشاركة ضعيفة وضعيفة جدا، صحيحا أنه معناها باش تكون الانتخابات عندها أو الرئيس اللي باش يطلع عنده شرعيته الشعبية الكبيرة، لا مش صحيح، والسلطة نفسها الجيش نفسه سيب الناس اليوم تظاهر، يعني اليوم ثم مقاطعة بمعنى أنه ثم مظاهرات متاع مقاطعة. أنا أقدر الجزائر إذا تركت لنفسها فإنها الآن بصدد صياغة حراك وربيع عربي خلينا نقوله بشكل رائع ورائع جدا. علاش؟ لأنه أولا ربيع حصن نفسه ضد التدخلات الخارجية، ربيع ممشاش للدم، ربيع يقع في جزائر يصبح فيها الجيش هو في علاقة بحراك. الممكن المشكل الوحيد هو أن هذا الحراك لم يصغ إلى الآن خطته السياسية أو رؤيته السياسية بديله. طب كي تقول يرحلوا قاع الناس كل ترحل، إيه وبعد شنو البديل؟ خصوصا في علاقة الحراك بالطبقة السياسية، الطبقة السياسية شريكة في الحراك، قاعدة تتابع في إيقاع الحراك، هي تتبع في إيقاع الحراك دون أن يسمح لها الحراك بأن تكون هي المعبرة السياسية لي. أنا نتصور كي تعمل رئيس مدام ولا عندنا رئيس بعد باش يولي عندنا الحراك الذي ينطق سياسة في مواجهة الرئيس. بعد شوية مواصلين حوارنا مع ضيفنا محمد الحصائري السفير السابق بعد هذا الفصل.